تدريبات سلاح التلميذ على درس الايه؟ العناصر من حولنا. يلا بينا يا ميس، واحده واحده. طلع كتابك صفحه 54 و55 تاني. يلا شباب، تدريبات سلاح التلميذ معانا على درس العناصر من حولنا. بيقول لي اكمل ما ياتي. بعض العناصر لها بريق معدني، زي مين يا اولاد؟ قال لي العناصر ليها بريق معدني يا ميس اللي كانت بتلمع، ها الذهب اهي، ايه كمان؟ فضه، صح اهي كده، تمام قوي يا ميس. يبقى الذهب والايه؟ والفضه. تصنف العناصر، قلت لك اول ما يجيب لك كلمه عنصر، اتفقنا ان راجل اسمه عنصر كان عنده ايه؟ ولد وبنت. بنت اسمها ايه؟ بنت اسمها فلزات، وبنت اسمها لا فلزات. يبقى احنا بنحكي القصه مش عشان حدوته قبل النوم، امال ايه؟ عشان نفهم منها احنا بنقول ايه. يدخل عنصر نقط في صناعه الترمومتر اللي مامتها راحت لقيتها فين؟ في المستشفى. مين اللي كانت قاعده ومعمول منها الترمومتر في قياس درجات حراره المرضى؟ الزئبق. ها يا شباب. طيب رقم اربعه، عناصر لها بريق معدني. احنا ممكن ناخد مسطره بس ايه انداري بيها الكلام اللي تحتيها، او ناخد كده الورق. يلا بينا. عناصر لها بريق معدني زي مين يا شباب؟ هي كده انداري بس الاسئله. ها، عناصر لها بريق معدني ممكن نقول الفلزات، بتلمع، الست كانت نظيفه بتخلي ولادها يلمعوا. بينما يبقى العكس، طالما في كلمه بينما يبقى ايه؟ العكس، ليس لها بريق معدني، يبقى لا فلزات. ها الكلام واضح كده يا شباب؟ تمام. رقم خمسة، عناصر دوت نقط جيدة التوصيل للحرارة. ايه العناصر اللي جيدة التوصيل للحرارة؟ اتفقنا كانت مين؟ الفلزات برضو اللي بيوصلوا الحرارة، تمام. اما عناصر نقط رديئة التوصيل للحرارة مش بتوصل حرارة، يبقى مين؟ لا فلزات. ها كده انا سريعة عليكم شوية، ابطأ تاني. رقم ستة، تصنع اقطاب الاعمدة الجافة. تصنع اقطاب الاعمدة الجافة، ميس يعني ايه اقطاب الاعمدة الجافة؟ الكلمة صعبة قوي اهي. ده كده عمود جاف، شايفينه؟ باين كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ عمود جاف. العمود الجاف ده مين اللي جواه؟ قال لي الولد اللي كان اسمه الكربون، تمام كده؟ تمام. رقم سبعه، يستخدم نقط في صناعه الكباري. الكوبري اللي كان بيعمل الكوبري مين؟ الحديد، تمام. من امثله العناصر الفلزيه، يبقى حد من ولاد الست فلزات، وكان بيستخدم في صناعه الحلي، يبقى مين؟ ممكن اكتب الذهب تتحسب صح، وممكن اكتب الفضه تتحسب صح، تحتسب صح. طيب رقم تسعه، الفلز الوحيد السائل، البنت الوحيده عند الفلزات كانت مين؟ الزئبق. بينما لا فلزات، مش انا قلت لك السؤال ده هيجي مع بعض؟ بينما لا فلزات الوحيده، البنت الوحيده السائله كانت مين؟ البروم، تمام. الله يا ميس، بصي السؤال ده حضرتك قلتيه وانت بتشرحي. الجرافيت هو احدى صور عنصر الايه؟ الكربون، اللي هو الفحم يعني، تمام كده شباب. يبقى الجرافيت، تمام. تاني، الجرافيت كان ليه اسم الولاد كانوا بيسموه في الشارع، فاكرينه؟ عنصر الكربون الاسود، اهو اهو شايفينه كده واضح، تمام كده. يبقى الكربون ده هو اللي مسمينه الفحم، بس الولاد سموه ايه في الشارع؟ جرافيت. سموه ايه؟ جرافيت. وده اللي بيدخل في صناعه مين؟ البطاريه. ركز معايا في السؤال. رقم 11، يستخدم عنصر نقط اهو في صناعه اسلاك الكهرباء. خليك معايا، سلك الكهرباء اهو مصنوع من ايه؟ من النحاس. وفي صناعه ايه كمان يا ميس؟ قال لي اهي التماثيل. شاطرين، برافو عليكم سنه رابعه. رقم 12، تصنع اواني الطهي من الالومنيوم. عنصر الايه؟ الالومنيوم. طيب رقم 13، عناصر الكبريت ومين تاني؟ عناصر صلبه، كبريت والكربون انا نسيت، وايه كمان؟ والفوسفور. عناصر صلبه وتصنف من اللافلزات، تمام كده؟ تمام. يلا بينا اختر الاجابه الصحيحه. عنصر لافلزي يوصل التيار الكهربي. لا بقى بالراحه، لافلزي يعني من ولاد اللافلزات اللي اصلا ما بتعملش الحاجات كلها، يعني ما بتوصلش حراره، معظمهم ما بيوصلش اي شيء، بس هي الكربون، لان كلهم ما بيوصلوش كهرباء ما عدا الكربون. رقم اثنين، من امثله اللافلزات، تعال نشوف، لافلزات الفوسفور، يعني كده صح. كل مما يلي عناصر قابله للطرد والسحب ما عدا
يعني بيسمعوا الكلام، قابلة للطرق والسحب والتشكيل بيسمعوا الكلام، دول كلهم مين؟ الفلزات. بص بقى الحتة الجديدة في السؤال دي تاني، يجي يقول لي السؤال كده: كل مما يلي عناصر قابلة للطرق والسحب، يبقى يكلمني عن الفلزات بس يحط لي كلمة بقى يخبطني، ما عدا، يبقى هقول العكس، يبقى اللي انا هختاره مش هينفع يكون شبه دول، يبقى القابله للطرق والسحب كانت الحديد والالمنيوم صح، لكن طالما كتب لي ما عدا يبقى انا هختار مين؟ الكبريت. يبقى انا هختار مين يا شباب؟ الكبريت. وصلت؟ استخدم عنصر نقط في صناعه ورق الفويل، طبعا الالمنيوم. استخدم الذهب والفضه في صناعه الحليب، ستة. استخدم عنصر نقط في صناعه الترمومتر، قلنا البنت اللي كانت قاعده في الترمومتر كانت مين؟ الزئبق. عدد العناصر المعروفه حتى الان 118 عنصر. تصنع اواني الطهي من الالومنيوم. تصنع التماثيل من ها، نحاس ولا كربون ولا لا نحاس. كده جاوبنا، فاضل لسه في اسئله تاني. صفحه 55 احنا لسه فين؟ تدريبات سلاح التلميذ على درس العناصر من حولنا، تمام كده؟ صفحه 55. ورق تغليف الشوكولاته يوضح خاصيه. ميس، الشوكولاته دي اللي هي الورق الفضي او الورق المفضل ده، توصيل للحراره، قابليه الانصهار ولا قابليه السحب والتشكيل؟ لا، قابليه السحب والتشكيل، لان انا باخد الشوكولاته واقعد اثني عليها الورقه بشكل كويس او لائق، يعني قابليه السحب والتشكيل. طيب الفلز الذي يوجد في حاله انصهار، ايه ده ميس يعني ايه؟ احنا شرحنا قبل كده الانصهار، فاكرين درس الانصهار والتبخر؟ طيب الفلز اللي بيوجد في حاله انصهار يعني سايح، سايب، يبقى هو مين؟ الزئبق. يعني انصهار يعني سايب. طيب يضاف عنصر نقط الى الذهب حتى يمكن تشكيله الى حلي، ايه ده احنا هنغش الذهب ولا ايه؟ قال لي ما هو الذهب لما تكبر في الاعدادي ان شاء الله هتاخد حاجه اسمها سبيكه، اسمها سبيكه الذهب والنحاس، لازم يتحطوا مع بعض عشان اقدر اعمل منهم الحلي، سبيكه الذهب والنحاس. يبقى العنصر اللي بحطه مع الذهب مين؟ النحاس، وما بيبقاش باين قوي نظرا لانه بيلمع شبه الذهب، شايفين كده؟ اهو بيبقى قريب قوي من لمعه الذهب، تمام. اكتب المصطلح العلمي، السؤال الجميل. ابسط صوره للماده ولا يمكن تحليله، يبقى مين؟ عنصر. عناصر لها بريق معدني وجيده التوصيل تبقى فلزات. عناصر ليس لها بريق معدني ورديئه التوصيل للحراره، لا فلزات. عنصر لا فلزي يدخل في صناعه العمود الجاف، العمود الجاف تبقى مين؟ ها، الكربون. اللي كتب الكربون صح، اللي كتب الجرافيت صح. سائل يستخدم في صناعه الترمومتر، قلنا البنت اللي قعدت في الترمومتر عشان تخلي بالها ايه تقيس درجه الحراره تبقى مين؟ الزئبق. ايه يا شباب كده تمام؟ تمام، يلا بينا ضع علامه صح او خطا. تصنع الاقطاب الموجبه للاعمده الكهربيه من الكربون صح. الزئبق عنصر لا فلزي سائل لا، وانا دايما بحب اصحح، يعني مع التصحيح يا ريت لو تعمل الحركه دي تبقى انت انسان جميل. يبقى الزئبق عنصر لا فلزي طبعا لا، يبقى هو عنصر ايه؟ فلزي. تصنع اسلاك الكهرباء من النحاس صح. يعتبر الالومنيوم من المركبات، لا الالومنيوم من العناصر، والمركبات دي بقى هنشرحها بعدين. يبقى يصنع الالومنيوم من العناصر، يعتبر الالومنيوم من العناصر مش يصنع. تعتبر الفضه من اللافلزات طبعا لا، الفضه من الفلزات. الكربون من العناصر القابله للطرق والسحب طبعا لا، ولا قابل للطرق ولا اي حاجه. جميع الفلزات توجد في حاله صلبه، ها طبعا لا، ما عدا الزئبق عشان ده سائل. يلا ناخد اسئله علم واحده واحده وهنجاوبها مع بعض. اول سؤال في علم، يلا بينا كده باينه يا جماعه. ها، تصنع اسلاك الكهرباء من النحاس. تصنع باينه كده الاسئله، تصنع اسلاك الكهرباء من النحاس، باينه الاجابات؟ ها، لانه جيد التوصيل للايه؟ للكهرباء. اتنين، يستخدم الذهب في صناعة الحلي لأنه قابل للإيه؟ للطرق والسحب وإيه كمان؟ والتشكيل، وحاجة كمان يا ميس، وله بريق معدني لامع.
تمام. رقم 3 جاوبنا اول واحد والتاني. تصنع الاقطاب الموجبه لحجر البطاريه من عنصر، لا رقم 3 اهو، تصنع هياكل السائرات من الحديد، ها لانه قابل للطرق، ها والسحب، وايه كمان يا شباب، والتشكيل، ها سنه رابعه. ممكن نقول ايه تاني؟ رقم 4 تصنع الاقطاب الموجبه لحجر البطاريه من الكربون لانه جيد التوصيل للايه؟ للكهرباء. رقم 5 تصنع اواني الطهي من النحاس او الالومنيوم لانه جيد التوصيل، طالما اواني طهي بقى لانه جيد التوصيل للايه؟ للحراره. طيب رقم 6 يستخدم الزئبق في صناعه الترمومتر، تاني يستخدم الزئبق في صناعه الترمومتر لانه جيد التوصيل للحراره. الله بص السؤال ده. 7 يمكن تشكيل الحديد ولا يمكن تشكيل الكبريت؟ هقول له اجابه بسيطه جدا. رقم 7 لان الحديد من الفلزات اقدر اشكلها صح، والكبريت من اللا فلزات. 8 السؤال الثامن الزئبق من الفلزات. الله لما يقول لي على اي حاجه خد بالك بقى من الفلزات اشرح له كل حاجه في الفلزات وكل الاجابات هتعتبر صح. ليه الزئبق من الفلزات؟ له بريق معدني، كده اتحسبت صح. ايه كمان؟ في ولد تاني كتب حاجه تانيه، جيد التوصيل للحراره، اتحسبت صح. ممكن جيد التوصيل للكهرباء، اتحسبت صح. كل الاجابات اللي هتكتبها تخص الفلزات تبقى اتحسبت صح. تاني يبقى دي اجابات رقم كام؟ 5. علل صفحه كام؟ 55 اهي، علل اهي، وادي الاجابات كلها اهي. تمام كده؟ تمام. يلا يا ميس بقى في سؤال تاني. اذكر اهميه كل من اهميه الحديد. هقول اي حاجه من دول لازم اقول كلمه يستخدم في صناعه وبعدين اقول اي حاجه، يبقى كلمه يستخدم في صناعه هتعدي على كله. يستخدم في صناعه ايه الحديد؟ ها الكباري، يبقى انا كده جاوبت صح. النحاس يستخدم في صناعه اسلاك الكهرباء. الالومنيوم اواني الطهي. تاني يبقى الحديد الكباري، اللي يكتب الكباري صح، واللي يكتب ابواب هياكل السيارات صح، واللي هيكتب ممكن يقول ايه كمان في الحديد؟ اعمده الاناره صح. طب النحاس اسلاك الكهرباء صح، العملات المعدنيه صح، ايه كمان؟ التماثيل اهو تمثال صح. طب تمام. الالومنيوم اواني الطهي اهي، اواني الطهي، تمام كده؟ تمام. طيب الذهب اهي صناعه، فين الذهب يا ولاد؟ صناعه الايه؟ الحلي اهي، الذهب يبقى في صناعه الحلي. طيب والنحاس اسلاك الكهرباء اهي يا ولاد، اسلاك الكهرباء، باينه كده؟ تمام. الكربون او الجرافيت لسه قايلينها، ادي الكربون او الجرافيت، ممكن اهو ادي الكربون الجرافيت، بيستخدم في صناعه ايه؟ العمود الجاف. حد نسى كلمه العمود الجاف يكتب حجر البطاريه، حجر البطاريه، واضحه؟ الزئبق بقى صناعه الترمومتر، صناعه ايه؟ الترمومتر. كده نبقوا خلصنا جزء كبير من الاسئله. تمام. ممكن ناخد برضو قارن بين الفلزات واللا فلزات، دي سهله ممكن نعملها احنا. من حيث البريق يبقى هقول ان الفلزات قابله للطرق والسحب والتشكيل. البريق من حيث البريق يبقى هقول الفلزات لها بريق معدني واللا فلزات ليس لها بريق معدني. لا ده عايز امثله، يبقى هنعملها ازاي بقى عشان يبقى انسان جميل وياخد الدرجه بتاعته كامله في الامتحان؟ هعمل جدول كده اهي، وهكتب هنا ايه؟ الفلزات، وهكتب هنا اللا فلزات. تمام. طيب من حيث البريق بقى اهي، البريق يبقى دي لها بريق، كده الخط واضح، وهنا ليس لها بريق. طب توصيل الحراره، عايز الحراره، هنا توصل الايه؟ الحراره. اللا فلزات لا توصل الحراره. مع ذكر امثله، ده كده جميل قوي، ده انا كده خدت الدرجه. حديد، نحاس، هنا اللا فلزات كبريت كربون. رجع قال لي يا ميس قارني بين الكبريت والكربون من التوصيل للكهرباء، برضو هعمل كده. فين المسطره بتاعتي؟ ادي الكبريت، ادي الكربون،
من حيث التوصيل للكهرباء، يبقى الكبريت لا يوصل الايه الكهرباء، اما الكربون يوصل الايه الكهرباء. تمام كده خلصنا الجزء ده. تعال بقى هنا، العنصر المستخدم في صناعه الاداه رقم 1. انا هنا في تدريبات سلاح التلميذ العناصر من حولنا صفحه 56. انظر الى الاشكال الاتيه ثم اجب. العنصر المستخدم في صناعه الاداه رقم 1 ده مين؟ ترمومتر. اهو يا اولاد ده ترمومتر، باين كده؟ تمام. العنصر رقم 1 هو الزئبق. طب ليه بستخدمه؟ لانه جيد التوصيل للايه؟ للحراره. طب العنصر رقم 2 كربون الاسود اهو، وهو من العناصر اللافلزيه. يستخدم العنصر رقم 2 ده في صناعه العمود الجاف اللي هو حجر الايه؟ البطاريه، لانه جيد التوصيل للايه شباب؟ للكهرباء. طيب تعالي بقى بينا معانا كده يا ميس الفلزات. عايزه حاجه من هنا، طبعا انا مش هفهم من هنا، لازم اقرا الكلام الكتير. يستخدم في صناعه اواني الطهي، ينفع اقرا كده؟ لا انا هقرا من رقم ب عشان هي اللي فيها الشرح. يستخدم في صناعه اواني الطهي الالمنيوم، يبقى هكتب هنا رقم 3 اهي، يا اما هنا جنبها اكتب الف. عناصر لها بريق وقابله للطرق والسحب والتشكيل، يبقى بتكلم على الفلزات اهي رقم 1. اللافلز الوحيد السائل البروم 4. يستخدم في صناعه التماثيل النحاس 5. الفلز الوحيد السائل الزئبق 2. تمام ده طبعا المخطط، انا مش محتاجاه دلوقتي، بس ممكن ايه اهي. العناصر تنقسم الى فلزات زي ما انا كنت بشرح، اللي كان فيه عنصر وعنده بنت، بنت اسمها فلزات وبنت اسمها ايه لافلزات، الومنيوم نحاس، هنا كبريت، هنا كربون. طب بص كده يا ميس، اهم سؤال بقى، ماذا يحدث عندك؟ مش بتيجي كتير لكن جت مره، استبدال العمود الجاف في حجر البطاريه بالفسفور. يعني شلت العمود الجاف بتاع البطاريه ده اهو كده وحطيت بدلهم مين؟ فوسفور. هل تشتغل الاجهزه معايا؟ قال لي لا يا ميس. ماذا يحدث؟ لا يتم توصيل الكهرباء، مش هيحصل توصيل ايه؟ كهرباء. صعبه؟ طيب تاني، استبدال العمود الجاف في حجر البطاريه بالفسفور، يعني خدت العمود الجاف ده بدلته، بدل ما كنت فيه كربون حطيت مكانه ايه؟ فوسفور. طب احنا عارفين ان مين اللي بيدخل فيها؟ الكربون، استبدلته بقى بالفسفور، ينفع؟ لا، يبقى لا يتم توصيل الايه؟ الكهرباء. طيب الطرق على قطعه من الكبريت، يعني احنا جبنا كبريت او كربون وقعدت ادق عليها، هيحصل لها ايه؟ تنكسر، تنكسر وتتفتت، تنكسر وايه؟ وتتفتت. ليه يا ميس اتكسرت واتفتتت؟ لانها غير قابله للطرق والسحب والتشكيل. السؤال ده تقيل شويه، يلا نقوله تاني. ماذا يحدث عندك؟ يعني قول لي ايه اللي هيحصل؟ بين استبدال العمود الجاف في حجر البطاريه بالفوسفور، يعني شلت الكربون وحطيت مكانه فوسفور. قال لي هيوصل كهرباء؟ قال لي لا، لا يتم توصيل كهرباء، لان الفوسفور رديء التوصيل للايه؟ الكهرباء. طيب ماذا يحدث عند الطرق على قطعه كبريت؟ اقعد ادق عليها كده اهي، ادي قطعه من الكربون او الكبريت وهفضل ادق عليها كده، بيحصل ايه يا اولاد؟ بتتفتت، يبقى تتفتت وتنكسر الى قطع صغيره نظرا لانها غير قابله للطرق والسحب والتشكيل. شكرا.